يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعونا. نبدا مع حضراتكم مش بس اسبوع جديد، بدايه مرحله جديده الاهلي 2022 لودينج. طبعا جماهير نادي الاهلي تابعت على مدار ال 48 ساعه الاخيره صفقات الاهلي استعدادا للموسم الجديد. احنا بنتكلم انه في اللحظه دي انت تقريبا عندك فرقتين، الفرقه الاولى هي النسخه الاصليه، النسخه اللي حققت بطولتين افريقيا، فازت بسوبر افريقيا، فازت بدوري وكاس، وفازت ببرونزيه كاس العالم للانديه. كلهم الحقيقه نجوم وكلهم ابطال وكلهم ادوا اللي عليهم واكثر. ضيف عليهم الحقيقه فرقه تانية، فرقه قوامها صفقات النادي الاهلي الجديده، سواء كنت بتكلم على بيرسي تاو او بتكلم على لوي ميكسوني او بتكلم على كريم فؤاد او بتكلم على حسام حسن، ولسه بين قوسين البقيه تاتي. وكمل عليهم كمان بمعارين النادي الاهلي اللي تالقوا وقدموا موسم اكثر من رائع، ويمكن ابرزهم بشكل كبير جدا واللي لفتوا الانظار الحقيقه بشكل كبير احمد عبد القادر وطبعا عمار حمدي. على كل الاحوال هنتكلم على فرقه النادي الاهلي وهنتكلم مع استعدادات المرحله اللي جايه لانها في منتهى الاهميه، والابطال اللي حققوا الالقاب دي كلها قادرين على ان هم يكملوا المشوار مع الاضافات القويه جدا الحقيقه اللي عملها النادي الاهلي والتعاقدات اللي ابرمتها اداره النادي الاهلي في الاوقات الاخيره. طبعا الصفقات دي احنا يمكن عارفينها وعارفين تفاصيلها من فتره طويله، لكن زي ما اتعودتوا دايما قناه النادي الاهلي لما بتتكلم في شيء بيكون تم حسمه بشكل رسمي وبشكل كامل. وبالتالي الحقيقه خلينا نقول كمان انه في الاوقات او الساعات اللي جايه يمكن هتسمعوا كمان اخبار كويسه جدا.